حبيبي ايوه يخدي الحلاوه دي. نعيم انا باشا. الله ينعم عليك يا عم. الباب في الوش اهو. ها استنى هات المرياله، انت هتاخدها معاك وانت ماشي ولا ايه؟ مسجل اسمك بمنسى. ضاحي احمد تليفون. صبر 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 صبر. هو انت ايش قاعد تسوي؟ بأيد بيانات الزبون ورقم تليفونه. وش حق يا بالله تأيد بياناته ورقم تليفونه؟ عشان ده زبون شوكك. يعني تاخذ منه تشيك مؤجل؟ شيك يا ريت. شوكك يعني الزبون يجي يحلق وما يدفعش، يدفع بعدين. يدفع بعدين؟ بس انا مديله مهله سنه، ولو ما دفعش هتعمل فيه ايه يعني؟ حسابه معايا هيبقى عسير. ايش بتسوي له؟ هعمل له شعره زي شعره. انت شلون تسوي كذي؟ ومن عامرك تسوي هالسالفه؟ الحق عليا يعني ان انا بصيط لك الصالون وبجيب لك رجل الزباين؟ انا ابي الفلوس، وين الفلوس؟ اخصمهم من المعاش. يا رب ايش اقول لهذا؟ شوف بتحج. انا وصل معاي خلاص حدي وياك. وانا كمان. شنو شنو؟ وانا بص بقى انا سكت. لا لا بتحج لا تهور. بص لا يا اخوي احنا اخوان. لا لا ارفع ايدك اهو. شلونك؟ تمام. انت شلونك الحين؟ الحمد لله تمام. وصرت تمام اكثر عقب ما شفتك. عسى دوم صحه وسلامه يا يا شنو؟ غرام غرام والاموره بعد. حياك. حياك تفضل. هلا هلا. شلونكم يا جماعه؟ هلا 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 فيك. منور. هلا فيك. هم منور بهلا. حياك. تفضل اخوي تفضل. ان شاء الله. شنو حاب تشرب؟ عوار قلب. ايه. للحين ما خلصت شغلك؟ باقي شوي بس اعثر على الثغره الصغيره واكون خالص. كل هالوقت هذا وما خلصت شغلك. وش اسوي؟ البرنامج معلق معاي ومو مبينه نقاط الضعف. تعال قول لي. البرنامج هذا شنو يسوي؟ هذا الله يسلمك. يسمونه برنامج يوم الصفر. او بمعنى الاصح الهجوم دون انتظار. صار فيها هجوم. مو تبي تتعلم؟ كاهو الميدان يا حميدان. انا ويني وين هالسوالف؟ انا حد قلت لي تغريدتين ثلاثه. انزين عاي خلني اركز لا تسولف معي. زين ركز ركز. كل مره تقولها خلاص. ما يعرفونه هم. انزين لا تسوي روحك. خلاص سولف. لا تسوي خلاص نعرفها. احنا ما درينا في نفر كثير وايد نبي ذا شو.